تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الوزراء يزور قيادة قوات التحالف العربي في عدن. محافظ حضرموت يصدر حسمة من القرارات لسنة 2017 ويعقد اجتماعا مع قيادات السلطة المحلية لمديريات وادي وصحراء حضرموت. محافظ حضرموت يشيد بإنجاز فريق مواهب حضرموت في البطولة العربية للذاكرة بمدينة اسطنبول التركية، ويطلع على نشاط صندوق تأهيل المعاقين ومركز الأطراف الصناعية. السفير اليمني بالقاهرة يلتقي بالمخترعين والشباب المشاركين بمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار لعام 2017، ويهنئ مؤسسة حضرموت الاختراع والتقدم العلمي لحصولها على جائزة المعرض. وكيل أول حضرموت يحث على الاهتمام بجوانب الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المديريات. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة مفصلة من قناة حضرموت الفضائية. زار دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قيادة قوات التحالف العربي بعدن، حيث كان في استقباله قائد قوات التحالف العميد أحمد أبو ماجد وقائد القوات الإماراتية العميد مسعود المزروعي. وفي بداية اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالتضحيات الكبيرة لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة لعودة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثي وصالح ووقف التمدد الإيراني بالمنطقة. وقال رئيس الوزراء: بالعمل المشترك استطعنا تحقيق النصر وهزيمة الانقلاب وتحرير أكثر من 85% من الأرض، وما كان هذا ليتحقق لولا فضل من الله سبحانه وتعالى والتحالف العربي الذي قدم الدعم والإسناد لجيشنا الوطني والمقاومة الشعبية. من جانبه رحب العميد أبو ماجد بزيارة رئيس الوزراء إلى مقر قوات التحالف العربي، مؤكدا بأن قوات التحالف ماضية حتى تحقيق أهدافها الرئيسة وهي استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأشار إلى بعض المشاريع الخدمية والتنموية التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي والتي سينفذها أيضا خلال المرحلة المقبلة. وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع المهمة على الصعيد العسكري والأمني. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني حزمة من القرارات والتعيينات وهي كالتالي: القرار رقم 257 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ الدكتور عبود محمد سالمين العبل مستشارا لمحافظ محافظة حضرموت، والقرار رقم 278 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ أحمد عبد الله عوض بن صبيح مديرا عاما لمكتب مصلحة الضرائب بساحل حضرموت، والقرار رقم 279 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ عوض صالح علي كشميم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر ورئيسا لتحرير صحيفة 30 نوفمبر، والقرار رقم 280 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ محمد عوض العبد العامري مديرا عاما لمديرية سيئون، والقرار رقم 281 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ سالم صالح سالمين الشبيبي مديرا عاما لمديرية القطن، والقرار رقم 282 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ عوض خميس جول بالكيمان مديرا عاما لمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت، والقرار رقم 283 لسنة 2017 بشأن تكليف الأخ سامي أحمد سالم بيماني نائبا لمدير عام مكتب مصلحة الضرائب بساحل حضرموت. وقضت المادة الثانية من هذه القرارات العمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذها. عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني اليوم اجتماعا بمكتبه ضم مديرو عموم مديريات صحراء حضرموت العبر وثمود ورماه وحجر الصاعر وقف العوامر وزمخ ومنوخ ومديرو عدد من المكاتب التنفيذية بحضور وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي. وأوضح محافظ حضرموت بأن الاجتماع يأتي في إطار توجيه قيادة السلطة المحلية
بالمحافظة باتجاه زيادة الاهتمام بالصحراء الحضرمية التي أهملت خلال السنوات الماضية ولم تتلقى حصتها في المشاريع الخدمية والبنية التحتية، خصوصا في مشاريع المياه والتربية والطرقات وغيرها. كما استمع المحافظ البحسني للصعوبات التي تقف في طريق تنفيذ المشاريع السابقة والإجراءات المتبعة عند إعداد الخطط والدراسات واختيار المشاريع الجديدة. ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني أوضاع الجهاز القضائي بوادي وصحراء حضرموت ونتائج زيارته الأخيرة الخاصة بملف القضاء. وأكد محافظ حضرموت على اهتمام السلطة بالمحافظة بملف القضاء وتنفيذ نتائج زيارته وحرصه على قيام الجهاز القضائي بعمله على أكمل وجه انطلاقا من أهميته الكبرى ودوره المحوري في حياة المواطنين. أشاد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمستوى الإنجاز الذي حققه فريق مواهب حضرموت في البطولة العربية للذاكرة في نسختها السادسة في مدينة إسطنبول التركية. جرى ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه بالوفد المشارك في البطولة، تعرف خلاله على البطولة التي شاركت بها 16 دولة وشملت 11 اختبارا للذاكرة. استطاع الفريق خلالها حصد 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وتحقيق المركز الثاني على مستوى الوطن العربي. وعبر المحافظ البحسني خلال لقائه بالمشاركين عن سعادته بهذا الإنجاز وتمثيل حضرموت بشكل يليق بها، لافتا إلى أن المحافظة تزخر بالمبدعين والمتميزين من الشباب، مؤكدا على أن السلطة المحلية ستولي اهتماما خاصا بالشباب المبدع والمتميز. وقدم الوفد في ختام اللقاء درعا تذكاريا للمحافظ البحسني تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لجهوده في خدمة الشباب بالمحافظة. اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني على نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمكتبه بمدير فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد كرامة بن عمود الشيخ ومدير مركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي الدكتور محمد صالح الجمحي. اطلع خلاله على أوضاع الصندوق والمركز والصعوبات التي تواجه سير عملهما. كما اطلع البحسني كذلك على الأعمال الجارية في تجهيز وتشطيب مبنى صندوق المعاقين والتجهيزات الجارية في مركز الأطراف لتنظيم حفل اليوم العربي للمعاق. وثمن محافظ حضرموت خلال اللقاء الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودعمها اللامحدود لمركز الأطراف بالمحافظة. التقى سعادة الدكتور محمد مارم سفير اليمن في جمهورية مصر العربية بالمخترعين والشباب المشاركين بمعرض القاهرة الدولية الرابع للابتكار لعام 2017 من أبناء محافظة حضرموت، وذلك في مقر السفارة بالقاهرة. وخلال اللقاء استعرض الدكتور سالم فرج با مسعود رئيس مركز حضرموت للعلوم الطبيعية والتطبيقية بمؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المشرف العام للبعثة، استعرض الأعمال والاختراعات التي قدمها الشباب خلال أيام المعرض والذي استمر على مدى 3 أيام بمشاركة عدد من الدول العربية والآسيوية. بدوره أبدى سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم إعجابه بكل الأعمال والإنجازات التي حققتها مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي وحصولها على جائزة معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار لهذا العام. حث وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي على الاهتمام المتواصل بخدمات المياه والكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين في المديريات وخاصة المناطق الصحراوية والنائية. وشدد وكيل أول حضرموت في اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وعدد من المديرين العامين للمديريات والمؤسسات الخدمية على تعزيز الشراكة المجتمعية البناءة والهادفة لمعالجة المشكلات ودعم جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار واستتباب السكينة العامة. وتناول اللقاء العديد من القضايا التي تخدم المجتمع وتحسن مستوى الأداء الحكومي الذي يسهم في رفع كفاءة أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين. عقد بنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حضرموت
الاجتماع الرابع للجنة مشروع دعم النشر العلمي للهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة وطلاب الدراسات العليا المبتعثين بالجامعة، وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة وبحضور كافة أعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع البحوث المقدمة لمكافأة دعم النشر الدولي في مجالات قاعدة البيانات. كما تم في الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات، منها تحديد يوم 31 من شهر ديسمبر لعام 2017 موعدا انعقاد الندوة العلمية بقاعة أبراج بن محفوظ بالمكلا، وكذلك استضافة أستاذ دكتور من جمهورية مصر العربية وماليزيا كمتحدثان رئيسيان، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للندوة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة. هذا وتهدف الندوة العلمية إلى إبراز أهمية البوابات الإلكترونية والنشر الدولي كمعيار أساسي من معايير تصنيف الجامعات عالميا، وكذلك تأثير النشر الدولي للإنتاج العلمي في ترتيب الجامعات ضمن التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى حجم الإنتاج العلمي للهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة بجامعة حضرموت المسجل في قواعد البيانات الدولية. نعى فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحور حضرموت وشبوة والمهرة الصحفي يحيى علي با محفوظ السكرتير الصحفي لمحافظ حضرموت والذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض عضال ألم به. وقال بيان النعي إن فرع النقابة تشاطر أسرة الفقيد وزملائه في الوسط الصحفي والإعلامي كافة أحزانهم في هذا المصاب الأليم بما عرف عن الفقيد من تواضع وصبر وما اتسم به طيلة حياته من إخلاص ومثابرة في عمله والمسؤوليات التي تحملها. وتقدم فرع نقابة الصحفيين بخالص العزاء وعميق المواساة لأولاد وأسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب. دشنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت وتحت رعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللي هو الركن فرج سالمين البحسني، وبالتعاون مع إدارة تنمية المرأة بالمحافظة دشنت ورشة تعريفية عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وخلال الافتتاح ألقى مدير عام المؤسسة المهندس وهيب إسلام غانم كلمة أشاد فيها بإدارة تنمية المرأة مؤكدا على أهمية عمل مثل هذه الورش. هذا وقد تناولت الورشة عدة محاور، منها التعريف بالعنف والتعريف الإجرائي ضد المرأة والإطار القانوني والوطني والدولي لحمايتها. قام المدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت المحامي سامي مبارك با محفوظ بزيارة لتفقد آلية سير العمل ومتابعة الانضباط الوظيفي لعدد من المكاتب الخدمية بساحل المحافظة. هذا وقد استهل با محفوظ زيارته بمكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. واختتم با محفوظ زيارته بزيارة مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبد الرحمن الحبشي، حيث تم في هذا اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم الموظفين وخصوصا المحالين إلى المعاش التقاعدي. ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الشحر في دورتها الاعتيادية 11 لشهر نوفمبر لعام 2017 جملة من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع وأهمها المحضر السابق وما تم تنفيذه من قرارات وتكاليف، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التقارير عن سير نشاط المرافق التنفيذية، منها نشاط مكتب وزارة النقل ونشاط الوحدة الإنتاجية لنجارية الشحر ونشاط مكتب محو الأمية وتعليم الكبار ومكتب الإعلام بالمديرية. حضر كل من المدير العام لمديرية الديس الشرقية عبد الله علي التميمي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم تدشين تشغيل بئر في حقل هبورك بالديس الشرقية والتي تمت بتمويل من الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة.
وخلال الافتتاح قال المهندس وهيب غانم أن هذا المشروع سيخدم الكثير من أهل المنطقة وسيحسن من أوعية وكمية المياه المستخرجة، كما سيساعد في تخفيض الفاقد، حيث يبلغ إنتاجية البئر 24 لتر في الثانية وتضخ مياها ل 24 ألف نسمة. الجدير بالذكر أن الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة قد اعتمدت عددا من المشاريع للمؤسسة لعام 2017 بما يقارب 82 مليون ريال يمني. تسلمت السلطة المحلية وإدارة الصحة العامة والسكان بمديرية سا وسيلة نقل عبارة عن باص بسعة 14 راكب هدية مقدمة من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بترو مسيلة، وذلك لاستخدامه لنقل مرضى الفشل الكلوي بالمديرية. ويأتي تقديم هذه الهدية ضمن برامج التنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية في مناطق عمليات شركة بترو مسيلة بمحافظة حضرموت، وتواصلا لإسهامات الشركة في دعم القطاعات المرتبطة بخدمة السكان في مجالات الصحة والتربية والتعليم والمياه والكهرباء. وأعرب المدير العام لمديرية سا رئيس المجلس المحلي عبد الله يمان الجابري عن امتنانه لهذه البادرة الطيبة لشركة بترو مسيلة، حيث سيخفف توفير وسيلة النقل الكثير من الأعباء عن المرضى وذويهم. ختام الأخبار تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الوزراء يزور قيادة قوات التحالف العربي في عدن. محافظ حضرموت يصدر حسمة من القرارات لسنة 2017 ويعقد اجتماعا مع قيادات السلطة المحلية لمديريات وادي وصحراء حضرموت. محافظ حضرموت يشيد بإنجاز فريق مواهب حضرموت في البطولة العربية للذاكرة بمدينة اسطنبول التركية، ويطلع على نشاط صندوق تأهيل المعاقين ومركز الأطراف الصناعية. السفير اليمني بالقاهرة يلتقي بالمخترعين والشباب المشاركين بمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار لعام 2017، ويهنئ مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي لحصولها على جائزة المعرض. وكيل أول حضرموت يحث على الاهتمام بجوانب الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المديريات. وبالتذكير بالعناوين نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام الأخبار قدمناها لكم من قناة حضرموت الفضائية. إلى الملتقى، دمتم في أمان الله.